وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور علي الشعيبي، المفكر والخبير الإعلامي. مساء الخير دكتور. مساكم الله بالخير. كما تعلم، عملت قطر على دعم التنظيمات الإرهابية ومن ضمنها حركة أحرار البحرين وسرايا الأشتر وسرايا المقاومة البحرينية وغيرها. ما قولك حول كل ذلك؟ حقيقة يبدو أن الملفات بدأت تنفتح بشكل واضح وكبير جدا. فحركة أحرار البحرين التي طبعا لها تاريخ طويل في قضية الإرهاب منذ العام 1994، وطبعا دورها كان واضح جدا في احتجاجات البحرين في 2011، يبدو أنها تلقت الكثير من الدعم المادي والمعنوي والإسناد اللوجستي من قبل قطر، وهذه الملفات يبدو أنها الآن في طورها أن تنفتح أكثر، وهذا يؤكد تماما أن هناك ضلعا خفيا في المؤامرة القطرية على دول من التعاون الخليجي وخاصة مملكة البحرين، لا سيما وأن هذه الحركات كانت تلقى دعما أساسيا موجها من إيران، ويبدو أن هناك توافقا بين الرؤية الإيرانية بقضية زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين الشقيقة والحكومة القطرية. نعم دكتور علي، الرئيس الأمريكي قال في خطابه الأخير بأن قطر قامت تاريخيا بتمويل الإرهاب على مستوى عال جدا وأنها يجب أن تتوقف عن ذلك فورا. في نظرك هل ستراجع الدوحة سياساتها وتتوقف عن دعم الإرهاب؟ ما أتمنى أن الحكومة القطرية والأشقاء في قطر يعني يأخذون الأمر بشكل واضح جدا، لأن كما قال ترامب وكما قال طبعا الدكتور أنور القرقاش، نحن لن نجلس مع قطر لنتفاوض إلا بعد أن تقدم ما يثبت أنها تريد أن يعني ترفع يدها عن تمويل الإرهاب سواء كان محليا أو عربيا